مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وعلى خطى الممثلة فريدة تمود، شاركت المؤثرة نهلة تيفي تجربات ردة فعل السياح عند ارتدائها القفطان وخيط الروح الجزائري في شوارع مدينة اسطنبول بدولة تركيا. الدورة تاعي بالقفطان الجزائري الجميل وخيط الروح الجزائري الجميل، رحت نحيهم هذو زوج دمعات خليهم. This traditional dresses from where? I don't know, maybe India? No. No? I don't know. I think it's Asian country maybe. Or Arabic. This is Aftan. Aftan. It's from what? Algeria. Ah. Do you love this? Yeah, it's really great. Thank you so much. تحكي عربي؟ تعرف هذا اللباس التقليدي من أي بلد؟ Yes. لا. الجزائر. ما شاء الله عليك. تعرف اسمه ولا لا؟ لا. اسمه قفطان. حبيت ازاي؟ جنة. شكرا. Do you know this traditional dress from where? I don't know, but it's like Iran or something else like this. Not Iran. This is from Algeria. Yeah. Thank you so much. Thank you. صح جزائري القفطان. القفطان هو صح تركي عثماني، ولكن العثمانيين جابوه للجزائر، ومن بعد الجزائريين اللي كانوا عايشين في الجزائر راحوا هاجروا للمغرب وعلمهم الحرف. Do you know this traditional dress from where? No, I don't. Where is from? From Algeria. This is قفطان and this is خيط الروح. خيط الروح. It's very strange from when we consider about the Turkish dresses. I can say a little bit similar, but not all. Yes. So, it's beautiful. It's beautiful dress. Thank you so much. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام. وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب. واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.